اولا باكستان مشيت ليها في 2009 في اطار جماعه الدعوه والتبليغ. انا ذاك جماعه الدعوه والتبليغ معروفه في العالم، يعني لا علاقه لها بالسياسه البتة ولا علاقه لها بالعنف البتة، وليست محظوره على يعني في اي لائحه ديال الارهاب بتاتا، لا في الامم المتحده ولا في امريكا ولا يصولون ويجولون كما ارادوا. انا تم الاعتقال ديالي في اطار واحد الحمله كانت في باكستان. تم الاعتقال ديالي وتم التحقيق معايا لمدة 4 أشهر و17 يوم. هاد الأمور هادي بالوثائق بالفنتيول كل شيء موثق. هذا تحريض ديالي أنا محمد حاجيب، تنحرض الشعب المغربي وكل مخلص في مصر أن يشن حملة شعبية تحريضية دعوية. أطلب أن نوضوا لكم الإعجاج في البلاد هذه. إن المعركة لم تنتهي ولكنها قد بدأت. ما كاينش القانون، القانون تحت الأقدام، وضروري من التضحية. وعلى الأمة المسلمة أن تقدم الضحايا والقرابين حتى يتحقق لها ما تريد. علاش هالدل هذا ديال المغاربة؟ علاش؟ لأن المغاربة ما بغاوش العزة وعزة وعدالة وحرية وكرامة، ما بغاوش يكونوا أعزة للاستقلال والحرية والعزة، ما بغاوش يتضرب لهم ألف حساب. المغاربة تيشنق راسو، أعباد الله بلادهم تيشنق راسو، ما قادرش يخرج برا الفارية مع أمهم. هذه رسالة للمنتحر الذي يفكر في الانتحار. الله يرحم ليك الوالدين، الله يجازيك بخير اخويا اللي بغيت انتحر ولا اختي اللي بغات انتحر. الله يرحم لك الوالدين، الله يجازيك بخير. فكري مزيان وفكر مزيان. عندك فكره بغيت انتحر؟ علاش بغيت انتحر؟ حيت مقهور، عندك القهره، ما عندكش الفلوس، ما كاينش افق. اخويا اللي في المستقبل باغي ينتحر ولا في اختي اللي في المستقبل باغي تنتحر، هذاك الجدار ديال الخوف اللي هرستي باش تلقى الله تعالى وانت منتحر راه مشكله. انسان يفكر يخرج شي يدير شي حاجه اللي كيبغيها الله، باغي غيموت يموت ويدير شي حاجه اللي بغاها الله. اسمعوا المغاربه، انتحر المغربي، هذه رسالة للمنتحرين. ترجلوا اللي باغي ينتحر ويموت مع أمه برا، ويموت مع الكلاب برا صاحبكم، ويموت معه برا صاحبكم. تفكر مع راسك مزيان، باغي ينتحر وموت موت راجل صاحبي ياك قررتي تنتحر، وميت خرج باري مع أمه برا. وموتوا سمعتوا هاد موتوا ولا ما سمعتوا هاد؟ سمعتوا هاد موتوا؟